بالرغم من أنه لم يكن الأغنى ولا الأثرى، وإنما كان من بين أبناء عبد المطلب الأقل مالا، لكنه الأكثر شيمة والأكثر وعيا. ويضاف إلى ذلك جهة أخرى، أنه كان هو وعبد الله والد النبي كان أخوين شقيقين، فطلب الجد عبد المطلب من ابنه أبي طالب أن يكفل النبي صلى الله عليه وآله وأن يضمه إليه، لأن النبي توفي أبوه كما ذكرنا وهو صغير وكفله جده. الآن جده في الثامنة، النبي في الثامنة من العمر أيضا توفي، يحتاج إلى من يكفله. أمه أيضا في نفس تلك الفترة مع أبيه، لحقت بأبيه بعده بمدة قصيرة، طيب فما عند أحد من يتكفل به، يحتاج. إن الله حرم النار على صلب أنزلك وعلى بطن حملك وعلى حجر كفلك، أي أبي طالب. فأخذ أبو طالب مسؤولية حماية والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قيل الكثير في إثبات إسلام أبي طالب، مو فقط في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، تيار عريض وكبير في مدرسة الخلفاء يعتقد بإيمان أبي طالب، تيار عريض اللي ما متأثر بالتيار الأموي من هذه المدرسة، غالبا توجههم توجه ينتهي إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الإيمان بإيمان أبي طالب والإذعان بذلك. وقد تتبعها أستاذنا العلامة الشيخ عبد الله الخنيزي حفظه الله في كتابه المعروف، وله السبق في ذلك، قبل 59 سنة ألف كتاب أبو طالب مؤمن قريش، وكاد أن يفقد حياته على أثر هذا الكتاب الذي استفز واستثار الخط الأموي. كيف أن واحد يأتي ويتجرأ في هذا الزمان على الكتابة حول إيمان أبي طالب؟ فالحديث كما قلت كثير، هم من مدرسة الخلفاء عندنا كتب كثيرة، وأيضا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام أشرنا إلى هذا الكتاب باعتبار سبقة، يعني قريب من 60 سنة منذ أن كتب هذا الكتاب، من أوائل الكتب في العصر الحديث في هذا المجال.